انت شنو قلت لي؟ انا خيال محترف. شو بعرفهم هذا؟ شو راح اسوي الحين؟ انت خيال؟ خيال نظامي. ورنا خل هو خيال، هو خيال خله. ورنا 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 هذا حمود يبا ها ايه حط بطنك اول شيء. ايوه حلو بس صح صح بس كفو. ضرب بالك ضرب يا غبن ادلع. لا لا بديش عبود. محمود عطنا النتيجة. والله شوف والله صعبة برا صعبة صح مدريد يعني هذه بطولته يكون وياك صريح كابتن حتى لو ما شجع هذه بطولة مدريد صحيح بس اتمنى الليفر. انا بعد نفسك اتمنى الليفر. اتوقع 2-1 بعدين مدريد بيهجمون يفتحون اطراف 3-1 اطراف. انت حللت بسرعه ان شاء الله. 3-1 خلص 3-1 منو؟ كفخال كله بيصعد اوكي ثواني بروح 3-1 الليفر بس عدول 3-1 انت كم؟ انا اقول 4-3 حق ليفر. لا مو سله تعال الوعد بالمباراه نهائي الشامبيون الوعد بالمباراه اوكي اوكي العد الحين اشتغلت المباراه شباب دق راح يدقونك ابو رزيق دق بوب شوف عدول مويه فاز عليه جيم قال حق عدول والله اشقيت ما ادري شنو مسكين ما قام يسوي رابع عمود يلا بعد شوي ها؟ اوكي شوف انا كل ما اقول شيء يعني يضحكون اذا مو 7-0 5-0 يا الشباب 4-3 الليفر كم قلت لي؟ 9 5 او 7-0 ها مو كاس اتحاد شامبيونز ما ادري والله شوفه يلا كم؟ 7-5-0 يا غبي ان بلعب وياك صوني وفوز عليك 7 لا صدق طلع سوني غزة هو غزة سوني لما تدخل بكل طول عمره يفوز هني يشجع ليفربول يقولون مدريد يشجع مدريد الاخوان يفصلون عليه مع الكل يمين يسار يسار شو الشغل يا السعدي؟ هلا ابو ولادي هلا بالحب هلا ابو دشتي انا احب الشخص الحرفي الشخص الفنان اقول بيوم اليوم يقول لك اذا صار لا سمح الله حارب وقف شيء نفط ما شنو هالسوالف ما يشتغلون الناس الحرفيين هم اللي انا وياك راح ناكل تبن هذول الناس اللي ياكلون خير عرفت؟ الحرفيين يشتغلون بيدهم اللي يعرفون يشتغلون بيدهم هذه مهن ما تموت صح 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 الله يا السعدي شوف شوف طلبات الناس طلباتكم جاهزه مجهزه جنجفه وجكاره تحتها وانت خلك قلت له بادل سوي لنا شوف اثنين نستفيد منهم اللي يسوون طاولات ومزادات بعدنا الله الله هنشوف والله ما يصير والله ما يصير شغلي والله ما يصير عدول والله العظيم ما يصير شيء يصير عشان الناس تطلب يا السعدي يلا روح شوف الطاوله اللي نسويها شوف طاوله غطى فوق يركبونه تلعب مثلا جنجفه تلعب كذي هذه الحش الذيب الحش الجنجفه يشيلوا مال الجنجفه يركبوا الثانيه الحش الذيب يشيلوا مال الحش الذيب يطلع لك جكارو بتاع كله المفروض ثلاثه طاولة واحده شنو يسوي لك اياها بسعر والله العظيم ولا تعلم والله يا ليل يا ليل قاعد اطلب اربع خمس والله بلاش يا ابو حمود
والله بالله بلاش حدينا المباراة وطلعنا له 150 170 يسويها تبارك شوف وشيء عاد بس فهد لازم سمعتهم تصير صح وشوف مو خشب شوف مو خشب فلوس الناس قلت لك عادل انت تقول ما ينكسر خشب قوي خشب اوكي لما نركب لما هذه لا تزل اوكي اوكي شوف سياره شوف 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 خليك وين العدة اللي قلت بعلق مطرقة ودرنا فيه خلاص ها خلاص ها طاولتي هذه دافع عليها ما كم كسرتها شوف خليتها مسند ها هذه مالت العربانة اللي فوق شلتها ها السعودي حبيب قلبي بس ما تحب الوشم خلص طلبياتك تكفى امني شوف اغراضي حبي انا عيالي حق يعني ان شاء الله السنة الدراسية الجديدة ابي لهم كشاكيل يدد شكل خشب لا 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 بروح اشتري لهم اسمع خليك يكمل بروح اشتري لهم شنو قلت الحين شنو قلت انا قلت شيء غلط يا ابو ولاد لا ما الحين عندك العيب كمل ابي اشتري لهم كشاكيل بس كل ما اروح حق كشكول كله مرسوم عليه عرفت انوحوا وقد نحت يا جارة أقول الله يا السعدي والله صوت وفنان وينحت وكل شيء وشيخ اسمع وايد ناس طلبوني يبون يسمعون موال السعدي تعال اسمع بولا تعال 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 وقد ناحيت بقربي حمامة أقول وقد ناحيت بقربي حمامة أيا جارة هل تعلمين بحالي أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارة تعبان تعبان والله مخبست ليش ليش ما نخبط ما نخبط هنا تاتو اصل توقف كل شيء ولاد الحب اي حب مصورنا بالظلمه بالزاشه بس ماشي شغل فلا شغل فلا هاي اللي روح ودع ليت بولاد انت على الكشاف قاعد انت على الكشاف اي كذي بولاد قلبي قول لي معرض العطور انا اليوم ادري عنه والله والله معرض العطور ناقصه حضورك وبنسوي شيء طيب ان شاء الله اليومين الجايين وين قول حق الناس شنو معرض العطور بمشرف يبا عطر والثاني فريخ خصومات جامع جديدة ندلعهم يعني كفو. واللي يقول عن طريق بعدلة يبقى العطر اللي بعشرة رفيج عادل يصير بعشرين عدو